السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. وما تنسونيش اخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع حفل زواج الإعلامي المغربي فهد الهاشمي، فغادي نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم. مرحبا بي عندكم ومرحبا بكم معنا نهار كبير هذا. وانا فرحانه انني اليوم كاينه مع فهد في هذه الفرحه ولالا نسرين. كنطلب لهم ان شاء الله التيسير في امورهم، وكان لي الشرف انني نكون قدامكم وما كاين غير ما شاء الله. تبارك الله عليكم. فالإعلامي المغربي فهد الهاشمي رافق هذه الصور بتعليق اللي كيقول فيه: الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني على من ارتضاها الله لي، وأسأل الله أن يجمع بيننا على الود والمحبة والرحمة، وأن يحفظها ويبارك لنا ويرزقنا طاعته طيلة العمر، ونشكر من شاركنا فرحنا، وأدعو الله أن يديم الأفراح في بيوتكم، وشكرا على رسائلكم المليئة بالمحبة. زفافي كان عائلي وبسيط، لكن كان كله حب وتفاصيله مغربية 100%، من اللباس المغربي العريق إلى الزفة المغربية إلى منزل المتواضع، مرفقا طبعا بالفن المغربي الأصيل. فألف مبروك عليه والله يكمل عليه بالخير. فهنا خوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.